استقالات جماعية من حزب أيد الغارات الجوية وفرط في اللحمة الوطنية وبارك هدم البنى التحتية، ما جعل المئات من قواعد حزب الإصلاح في المحويت يقدمون استقالتهم. أنا من أحد أعضاء حزب الإصلاح، أشتي أسلم أتنازل من هذا الحزب لأنه رضي عن الضرب عن وطني، والوطن أبقى لي من كل شيء، وشكرا. هذه كلمة. المستقيلون يؤكدون إدراكهم أن هناك مخططا تآمريا على الوطن يهدف إلى تغذية الصراعات ودعم الميليشيات وإضعاف المؤسسات التي ظلت وما تزال سياجا منيعا تتحطم على صخرتها كل المؤامرات. هذه بطاقة حزبية باسم التجمع اليمني للإصلاح، أعلن استقالتي منه وأنضم إلى حزب الوطن. فأي حزب يفرط ويرضى على شعبه بسفك دمائه وضرب بلاده وضرب مقدراته فلا يشرفني البقاء فيه، لأن وطني أكبر وأغلى من أي حزب. تفضل، هذه لا يشرفني البقاء فيه. مراقبون يرون أن هذه الاستقالات الجماعية من أعضاء حزب الإصلاح يأتي بعد وعيها أن الوطن بات سلعة لقيادات ذلك الحزب، يتاجرون به حينا ويبيعونه حينا آخر وفق مصالح ضيقة لا تخدم سواهم، مشيرين إلى أن القواعد المستقيلة فضلت وقوفها مع الوطن، فالوطن أغلى من الأحزاب ومن القيادات والجماعات التي تفرط في وطنها وتنسى المبادئ والقيم التي ظلت تروج لها، لكنها في الأخير كشفت النقاب عن الوجوه التي مكثت تختبئ خلفها. عرف الشماع، قناة اليمن اليوم، محافظة المحويت.